انا كمان بتعرفي اللي كنت عملتهم انا هيك شعري كنت كله افريكان. افريقيا لانه كانوا عنا عاملين شعر يعني طويل كثير شوي، درجين. انا اتذكرها بشعر طويل. تنين هذا شوف، ما بدي مش بعرف، ما بدي. بتتذكري كيف صارت تبكي وقت اللي قصت لها شعراتها؟ بتومة بتومة محمد ليش هيك شعر طويل؟ لا 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 كان عملها يوم ليستك وانا سيد الله. وانا كمان رحت اسفلي من تحت ومن فوق. ليس ليس ومن فوق. اوكي يلا بشيل لها طرفهم هلا. محمد هدي بقى خليكي واقفه شوي، اعطيني مقصي فوق الفلوس. جيب شيبس يوسف زهق. نشيلهم يلا. لا من هذا؟ ستريت ها؟ وطي راسك شوي، جود. فايز يا حد هون. اوكي المرة اللي فاتت عملنا الجسمانية ولا لا؟ لا ما عملنا. ايه ولا لا؟ بلا مش احسن. بس تغير عشان حبيت تغير. اوكي دروا هيك على المرية. شوي لهون ايه، وكتافك لهون، رقبتك لهون الدود، فيطلع سكوير دود. كمان لهون كتافك لهون دود. طبعا هذا خليلي واحد من هذا. فيني هذا واحد، شو واحد جبته معنا من هون؟ هذا خليلي مع الاكستنشن فيريس اذا بدك. Thank you.
بسمة بسمة ما تعذب الشباب. بسمة ما تنقي بلا نق. هن هول تعبانين كمان بس انه حرام بيقصر ولا قصينا. انا لما اطلع بعمل صوان وشعري او عادة مش بعمل صوان كثير عشان شعري بيبقى ناتشورال انه خايف، بس لما جيت هنا بعمل يعني كل اسبوع بنعمل شعرنا. هو اهم شيء بتعرفي شو بالسوان هو الفابر، وقت تحطي الكاتسب بيعطي فابر، هيدا احسن شيء لانه هي الشعره بتنشف بيطلع المي منها. فالكريم هو منيح بكون فيه بروتين وفيه فيتامين بفوت الفابور على الشعر، بفوت مي، بفوت اكسجين، بتطرى مثل النبته مثل الورده وقت البتي، بس وقت ما بتعطي لها مي الشعر زيت الشيء كمان عاوزه مي. الفابور حتبقى بلبنان يعني؟ باقي كثير فهيك انه بنشوفك يعني. اه طبعا. هذه الأمي شفتي قراديه من ورا.